بيكا يتلقى دروسا في الغنى. صوته محتاج شغل كتير. عادي 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 مش فارقة معايا عادي. انا على المبدا تبدا حبدا عايش كده في بيتشتا احلى سكاك هو اللي اشتاك اول فيها مش ممكن تلحق. الاساتذه بتوع النقابه هم اللي كلموني وقالوا لي بس عايزين نبعت لك حمو بيكا وكده وعلشان يتمرن عشان يدخل لجنه نقابه وكده. فالراجل كلمني كنت شويه مشغول وبعد كده لما اتقابلنا مره يعني او مرتين فما لحقناش نتمرن ولا لحقنا نعمل حاجه يعني. ومع ان القرار ده يعتبر فرصه تانية لحمو بيكا عشان يتقدم لنقابه المهن الموسيقيه ويكون عضو فيها بعد عدم نجاحه اول مره، بس باين ان حمو ما اخدش الفرصه دي بشكل جدي. لا ما فيش انتظام، هو تقريبا لظروف شغله او عنده حاجات ف ما بينزلش مصر كتير، فهو احنا ما تقابلناش غير مرتين اتنين يعني، فما لحقناش نمرن يعني. اصل انا كنت جوه لعبتي العوضة عامل اللي استدي كلكو فتش جوه خسلتي دايما اروح وانا اللي ابتدي. بس المايسترو محمد عبد الستار ما كانش محتاج لاكتر من حصتين عشان يكون فكرة واضحة حوالين قدرة حمو بيكا الغنائية. والله هو ودنه موسيقية بس هو عنده مشكلة الحفظ، هو ما بيحفظش كويس، بس ف يعني اهم حاجه عشان يعني لازم يشتغل على نفسه كتير لانه هو محتاج جهد كتير جدا يعني. هو ودنه موسيقيه وعنده قبول رباني يعني، هو راجل في ناس كتير قوي كان عندهم بيبقى عندهم قبول من الله، وده لاحظناه قبل كده في اكتر من فيديو انتشر من الاستوديوهات خلال تسجيل حمو بيكا الاغاني. لما نيجي نشتغل يعني اعزف معاه او نشغل مثلا السي دي بتاع فهد بلان واخد بالك، يبتدي يغني ويبقى مبسوط ويقول وبتاع، انزل من هنا ولا كانه يعني حفظنا حاجه، ما بيحفظش كويس. وما بقاش سر ابدا اعجاب حمو بيكا الكبير بعبده الاسكندراني واللي غنى له قبل كده لايف. يا عين انا بقول يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل، انا اللي ابويا قال لي ما تقولش لحد يديني وامشي في طريق اعرفه وامشي في طريق اعرفه لكن على يميني انا مشيت في سكه غلط. بس اختيار حمو لواحده من اغاني عبده الاسكندراني عشان يمتحن من خلالها في نظر المايسترو ما كانش قرار مناسب. عبده الاسكندراني ده مطرب كويس جدا وبعدين عنده بيشتغل على ارتجالات كتير عبده الاسكندراني، فحمو عايز يدخل بحاجه لعبده الاسكندراني، بس هو هم عايزين في النقابه حاجه على رتم، حاجه رتميك يعني على ايقاع وكده، فهو بيدخل يغني حر واخد بالك، فانا بحفظه حاجه على رتم وحاجه فيها شويه يعني ايه شعبي شيك شويه، بس هو ما هوش حابب يعني ما هو ما حفظش اللي انا اديتهوله. عشان كده امل المايسترو في نجاح حمو بيكا مش كبير. مش هيقدر يدخل لان هو لسه يعني عايز يشتغل شوية، المهم هو يشتغل على نفسه يبقى عايز انه يبقى كويس. ما اشتغلناش يعني حصتين بس، هو صوته محتاج شغل كتير.